هل شعرت يوما بأنك تفعل كل شيء صحيح ومع ذلك تشعر بشيء مفقود في حياتك؟ نحن نتحدث هنا عن تلك الأمور الأساسية التي دونها نشعر بأن حياتنا لم تكتمل. لكن هذا الشيء الفريد ليس دائما صعب المنال أو معقد، بل يمكن أن يكون بسيطا جدا، وهو ما يجعل كل الفرق. في هذا الفيديو الجديد من قناتكم قناة رويش تي في، سنكتشف كيف يمكن للأبراج الفلكية أن تساعدنا في فهم ما نحتاجه لتحقيق الحياة التي نحلم بها. هل أنت مستعد لمعرفة السر الذي يمكن أن يغير حياتك للأفضل؟ اضغط لايك وتعال معي لنكتشف سوياً الشيء الوحيد الذي يحتاجه كل برج من الأبراج لتحقيق النجاح في الحياة. برج الحمل. حياتك يا برج الحمل مليئة بالتحديات التي تتخطاها ببراعة، لكنك تميل إلى إبقاء انتصاراتك خفية. ربما تعتقد أن نجاحاتك أمر مسلم به، ولكن دع الآخرين يشاركونك فرحتك. ليس عليك أن تكون متبجحاً، ولكن عندما تتحدث عن إنجازاتك تفتح أبواباً جديدة لمزيد من الفرص. الناس يحبون التواجد حول الناجحين، ومن يدري، ربما يكون هناك شخص يمكنه مساعدتك على الوصول إلى المستوى التالي. يحتاج برج الحمل في حياته إذن إلى التحكم في النجاح وإظهاره. برج الثور. أنت معروف بحبك للروتين والاستقرار يا برج الثور، لكن الراحة يمكن أن تكون فخاً يعوق نموك. لتحقيق النجاح عليك أن تخاطر أحياناً وتخرج من تلك المنطقة الآمنة. جرب شيئاً جديداً، اطلب ترقية في العمل، أو حتى خذ رحلة إلى وجهة لم تزرها من قبل. قد تكون هذه التغييرات البسيطة هي كل ما تحتاجه لتجنب الركود والوصول إلى أعلى مستويات النجاح. ما يحتاجه الثور إذن هو الخروج من منطقة الراحة. برج الجوزاء. أنت بحاجة إلى التحدي والتحفيز المستمر يا برج الجوزاء. لست الشخص الذي يرضى بالرتابة. انضم إلى فصول جديدة، تعرف على أشخاص جدد، أو ابدأ مشروعاً لطالما كنت شغوفاً به. الفضول هو قوتك العظمى، وعندما تغذيه بطرق جديدة ستجد أنك تنمو وتزدهر. التعلم ليس فقط عملية جسدية، بل يمكن أن يكون علاجاً عقلياً وروحياً يدفعك لاكتشاف أعماق جديدة في ذاتك. ما يحتاجه الجوزاء إذن هو البحث عن التحفيز الدائم. برج السرطان. قد تكون عالقاً في الماضي يا برج السرطان، لكن التجديد يمكن أن يكون مفتاحك للنجاح. تغييرات بسيطة في مظهرك، مثل قصة شعر جديدة أو تغيير في الأزياء، يمكن أن تساعدك على التحرر من قيود الماضي والتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقاً. عندما تشعر بأنك في أفضل حالاتك، ينعكس ذلك على كل جوانب حياتك ويمنحك الطاقة اللازمة للتقدم. ما يحتاجه برج السرطان إذن هو التجديد من خلال التغيير. برج الأسد. أنت نجم حقيقي يا برج الأسد، وتحتاج إلى الإشعاع في دائرة الضوء لتحقيق النجاح. لا تخف من التعبير عن نفسك بطرق إبداعية، سواء كان ذلك من خلال الأداء المسرحي أو الكتابة أو أي وسيلة تتيح لك أن تكون مركز الاهتمام. أنت تزدهر عندما تكون الأضواء مسلطة عليك. دع الجميع يرون بريقك، وستجد أن النجاح يأتي إليك من كل الاتجاهات. برج الأسد يحتاج إذن إلى التعبير عن الإبداع وجذب الأنظار. برج العذراء. أنت تسعى للكمال يا برج العذراء، ولكن أحياناً يتطلب النجاح أن تسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء.
عندما تتوقف عن محاولة السيطرة على كل شيء، ستكتشف أن الأمور تسير بسلاسة أكبر مما تتوقع. تحرر من الحذر الزائد، واسمح لنفسك بأن تكون أكثر مرونة. بهذا النهج، ستجد أن الحياة يمكن أن تكون أقل ضغطاً وأكثر إنجازاً. برج العذراء يحتاج إلى التعلم من الأخطاء والتخفيف من الحذر. برج الميزان، منزلك هو ملاذك يا برج الميزان، وعندما يكون في حالة فوضى ينعكس ذلك على حياتك بأكملها. لتحقيق النجاح تحتاج إلى أن يكون منزلك مكانا هادئا ومتناغما. تنظيم وترتيب مسكنك يمنحك الطاقة والهدوء اللازمين لمواجهة تحديات العالم الخارجي. عندما يكون منزلك في حالة من الانسجام، تصبح أكثر قدرة على تحقيق التوازن والنجاح في حياتك اليومية. برج الميزان يحتاج إذن إلى إيجاد التوازن من خلال بيئة منزلية هادئة. برج العقرب، أنت عميق وسري يا برج العقرب، لكن النجاح يتطلب منك أحياناً أن تخفف من جديتك. اسمح لنفسك بأن تكون سخيفاً أو غير جاد بين حين وآخر. من خلال رؤية الجانب الفكاهي في الحياة، سوف تجد يا صديقي العقرب أن الأمور لا تبدو سيئة كما كنت تعتقد. روح الدعابة لديك هي كنز مخفي، واكتشافها يمكن أن يفتح لك أبواباً جديدة في هذه الحياة. برج العقرب يحتاج إذن إلى التخفيف من الجدية والتمتع بالفكاهة. برج القوس، أنت متفائل بطبعك يا برج القوس، ولكن لتحقيق النجاح يجب أن تكون لديك رؤية واقعية للعالم. الحفاظ على هذا التوازن بين التفاؤل والواقعية سوف يحميك من المخاطر المحتملة. قد يعني ذلك أن تكون أكثر حذراً في قراراتك المالية أو في سفراتك المغامرة. عندما تظل يقظاً وتعرف متى تحتاج إلى التوقف، ستجد أن حماسك وحبك للحياة يقودانك إلى النجاح دون عقبات غير ضرورية. برج القوس إذن يحتاج إلى التوازن بين التفاؤل والواقعية. برج الجدي، أنت قائد طبيعي يا برج الجدي، ولكن أحياناً يكون أفضل قرار هو أن تكون تابعاً. النجاح يمكن أن يأتي من الاستماع إلى الآخرين وتعلم دروس جديدة من تجاربهم. عندما تتحرر من عبء القيادة الدائمة، تمنح نفسك الفرصة لرؤية الأمور من زوايا مختلفة. هذا التغيير في الدور يمكن أن يفتح لك آفاقاً جديدة ويمنحك فهماً أعمق للحياة. يحتاج برج الجدي إذن إلى تعلم الاستماع واتباع الآخرين في بعض الأحيان. برج الدلو، أنت شجاع ومحب للاستكشاف يا برج الدلو، ومن أجل تحقيق النجاح تحتاج إلى رؤية العالم بأوسع صوره. السفر واستكشاف الثقافات الجديدة يمنحانك منظوراً أوسع للحياة. عندما تنغمس في تجارب جديدة، تفتح لنفسك باباً للإبداع والإلهام. التجول في العالم ليس فقط مغامرة، بل هو أيضاً وسيلة لتعزيز رؤيتك وقدرتك على إحداث تغيير في هذا العالم. يحتاج برج الدلو إذن إلى التجول والانفتاح على الثقافات الجديدة. برج الحوت، أنت حساس ومبدع يا برج الحوت، وغالبا ما تجد نفسك منشغلا في عالمك الخاص، لكن النجاح الحقيقي يأتي عندما تساعد الآخرين، سواء كان ذلك بمساعدة بسيطة أو بتطوع في عمل خيري. إن فعل الخير للآخرين يجلب لك الشعور بالرضا ويعزز طموحاتك. لا تنسى أيضاً أن تأخذ قسطاً من الراحة وتهتم بنفسك بينما تساعد الآخرين، فالتوازن هو المفتاح لتحقيق النجاح.
يحتاج برج الحوت إذن إلى مساعدة الآخرين من أجل تحقيق الذات. الآن حان دورك، اكتب لي في التعليقات ما هو برجك وما الذي تحتاجه في الحياة من وجهة نظرك لتحقيق النجاح. استفد الآن من قوة برجك واختر طريقك الخاص وأضف تلك اللمسة الفريدة التي تكمن سعادتك وتجعلك تشعر بالاكتمال. إلى اللقاء يا أصدقاء.